مصر دولة تسعى بإصرار وبعزيمة قوية جدا من أجل التقدم والتحضر في كافة المجالات، والجهد اللي بذل في مصر خلال السبع سنين اللي فات هو خير دليل على ذلك، حتى نوفر حياة كريمة. احنا في مصر أطلقنا مبادرة تستهدف تحسين حياة 60 مليون إنسان في الريف المصري. الرقم اللي محطوط لهذا الأمر يقارب بسوية مليار جنيه مصري في 3 سنوات، حتى نغير حياة الناس في كافة المجالات، في التعليم، في الصحة، في الصرف الصحي، في محطات المعالجة، في الطرق، في مياه الري، كل شيء. نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه. مش محتاجين أبدا أن حد يقول لنا أنتم معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز. أنا مسؤول عن إحياء 100 مليون نفس والحفاظ عليهم، ده أمر ليس باليسير.